السنين الأخيرة مصر كان عندها توجه واضح وصريح إنها تشتغل في عدد من المشروعات بالتوازي عشان تواجه التحديات المائية اللي ممكن تقابل الشعب المصري، وده من خلال ترشيد استخدام المياه وتنفيذ مشروعات حماية من مخاطر السيول، وده كمان بيساعد على إننا نستفيد من مياه الأمطار بالشكل الكافي، وإحنا كمان علينا دور إن إحنا نرشد استهلاك المياه، وده مش معناه أي حاجة إلا إننا نحافظ على اللي موجود بكل السبل والأشكال اللي ممكن تخلينا نحافظ فعلا على ميتنا. نتابع التالي. يواجه قطاع المياه الكثير من التحديات المستقبلية التي تزيد من الضغط على الموارد المائية، لذلك وضعت الحكومة عدد من السيناريوهات المستقبلية لمواجهة تلك التحديات، حيث أن خطتها تتضمن الحفاظ على نوعية المياه وحمايتها من التلوث والتحكم في الآثار البيئية السلبية، بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة، بالإضافة إلى ترشيد استخدام كافة الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها من خلال التعاون بين جميع مؤسسات الدولة ورفع الوعي العام بقضايا المياه وضرورة ترشيد الاستخدامات المائية وإصدار التشريعات اللازمة لحماية الموارد المائية. وأعطت القيادة السياسية أولوية لمحور الأمن المائي، فعلى صعيد ترشيد المياه أطلقت الدولة البرنامج القومي لتأهيل وتبطين 20,000 كيلومتر من الترع بتكلفة تبلغ حوالي 50 مليار جنيه، وفي محور تنمية الموارد المائية والتأقلم مع أثار التغيرات المناخية تم تنفيذ عدد من مشروعات الحماية والتخفيف من أخطار السيولة وتحويلها من نقمة إلى نقمة من خلال منشآت حصاد الأمطار على طول الساحل الشمالي الغربي وسيناء والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد. كما تم تنفيذ حزمة مشروعات تستهدف الحماية الشاطئية بأطوال تناهز 120 كيلومتر ومخطط 120 كيلومتر غيرها، إلى جانب مجموعة من محطات الرفع لتتكامل منظومة الحماية من أخطار السيول. وتعكس مجهودات الدولة خلال 6 أعوام الماضية باستثمارات قاربت على 10 مليارات جنيه.